مركز البؤرة كان بإقليم الحوز بمنطقة غيل، حيث ينضم إلينا مباشرة من الرباط السيد ناصر جبور. سي ناصر جبور رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء، مرحبا، اش اخبارك سيدي؟ بخير، مرحبا. راك معنا مباشرة على إذاعة إتخاديو، انت رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء، الى عندك الله يجزيك بالخير شي معلومات مهمة باش الناس يطمئنوا، شو تقدر تقول لهم؟ الله يخليك. نعم، الهزة الأرضية اللي مسجلة هذه الليلة في حدود الساعة 11 ليلا و11 دقيقة كانت فعلا هزة عنيفة، أول مرة نسجلوا هزة بهذا المستوى على اليابسة. كنا كنسجلوا في عرض البحر في المحيط الأطلنطي هذه الهزات العنيفة، هذه المرة سجلناها على اليابسة. البؤرة حددت بمنطقة إغيل بالحوز. أيه. 8 في شهر 9 2023، واحد التاريخ اللي مأساة وغيبقى والمغاربة كاملين تفكروه، تاريخ اللي شهد حدود زلزال قوي، ما عمر المغرب شي نهار وقع لي بحال هاد الزلزال ولا بحال هاد الكارثة، رغم أن الفيضانات كتعمل المغرب والزلازل كانت كتضرب في الحسيم وكتضرب بزاف ديال المدن، ولكن هاد الزلزال غادي ينطلق من جنوب مراكش إلى أن غيكسي المغرب كامل، وتا مغربي ملي غادي تسولو ما غادي يقول لك ما شهدتش الزلزال ولا ما شفتش الزلزال ولا ما حسيتش به. ولله اللطف قالت مجموعة من أرصاد ديال الخبراء الفيزيولوجيين على أن هذا الزلزال المغرب ما شهدوش منذ قرن، أن المغرب ما عمر شهد بحال هذا النوع ديال الزلزال اللي شهدوا المغرب كامل من الشمال ديالو حتى الجنوب ديالو. كتعتبر الزلزال اللي وقع بحدود حوالي 7 درجات من بين أخطر الزلازل اللي شهدتها المملكة المغربية، إلى أنه قاس الجزائر في الأخر، ولكن الدول غادي تدخل باش تساعد المغرب كالسينيغال كإسرائيل وكمجموعة من الدول في إفريقيا وكذلك إسبانيا. هادشي كبير على أن التآخي ديال بزاف ديال الدول مع المغرب وكذلك بعض الدول في جنوب المغرب اللي عرفات كذلك واحد الخسائر بشرية كثيرة، لدرجة أن الحصيلة ديال القتلى ولحدود الآن كتجاوز 600 شخص، لأن الجروح كذلك كتزاوج حوالي 500 شخص، وللأسف الناس ما زالت تحت الأرض، ما زال البعض منها ما مجبدوش باش يدفنوه، وكذلك البعض منها ودعنا إلى دار البقاء. كنت بغي نقول لكم على أن أصدقاء على أن هاد الوقع اللي كتوقع كما كيقول الله سبحانه وتعالى في الآية ديالو، لأن هاد الأحداث ولا هاد الكوارث كتوقع فإنها فقط آيات لتخويف الله سبحانه وتعالى العباد ولتذكيرهم بيوم القيامة. ديما خاصنا نذكروا لأن الإنسان هو فقط عايش في هذه الدنيا، وأي حاجة الأصدقاء فأنك في أي لحظة متعرض على أنك تموت. اللي بغيت نبقى وصلكم فيديوهات جديدة ديولي، ما عليك أنك تشارك معي فلاشين وعلى آخر مستجدات. فحق الأصدقاء ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو، كنت باغي ندير لكم فيديو آخر كنت كنموطي فيه، ولكن مع هذا الحادث ضروري ما ندير لكم واحد توضيح ديال الفيديو. وهذا الأسبوع كامل فالزلزال كيعرف على أنه خاصنا ناخذ الحيطة والحذر باش أننا ندخلو ما ندخلوش المنازل ديالنا وأننا نخرجو، فلوقيت يقدر الزلزال في أي لحظة يعرف النشاط ديالو. إن شاء الله. والأصدقاء كان معاكم عبد الرزاق توفيق، تلقاو في فيديو جديد. إلا بغيتي تبقى معايا فلاشين وتبقى تشوف فيديوهات ديالي، ابونا باش يوصلك فيديوهات جديدة، ودير شي كومونتير زوين ودير الرأي ديالك ودعي مع الناس اللي ماتوا. إن شاء الله.